ينتظر العالم أجمع الردة الإيرانية المحتملة على الكيان، وذلك في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية وما يترتب عليه من اشتعال الوضع في المنطقة بشكل كارثي. إلا أن حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية التي تسيطر على المشهد حتى الآن جعلت البعض يتساءل عن الوضع الإيراني من الداخل بتزامن مع التوتر الخارجي. كشفت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن انشغال الداخل الإيراني بالضربة الانتقامية ضد الكيان ومدى تأثيرها للشرق الأوسط، إلى جانب تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي الداخلي. ونقلت الشبكة رفض سكان الداخل الإيراني لتنازل بلادهم عن الرد اغتيال هنية أثناء تواجده في طهران، مؤكدين ضرورة الرد على هذا الهجوم ضد بلادهم. لكن البعض في طهران قالوا إن إيران يمكن أن تبقي إسرائيل على أهبة الاستعداد دون انتقام كبير، فيما أعرب البعض الآخر من المواطنين عن قلقهم من احتمالية انجرار إيران إلى صراع أوسع نطاقا. ومن ناحية أخرى، رفضت إيران مناشدات من بريطانيا ودول غربية أخرى بالامتناع عن مهاجمة الكيان، حيث ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية أن الرئيس الإيراني أبلغ سير كير رئيس الوزراء البريطاني أن دعم الدول الغربية للكيان شجعها على مواصلة الفظائع وهدد السلام والأمن. ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن مثل هذه المطالب خالية من المنطق السياسي وتتناقض تماما مع مبادئ وقواعد القانون الدولي ومفرطة. فيما أعلنت السلطات الإيرانية عن حظر عبور الرحلات الجوية فوق منطقتها الغربية لمدة 36 يوما، حيث يبدأ التطبيق من اليوم 14 من أغسطس وحتى 19 من سبتمبر المقبل. ويشير الإشعار إلى أن حركة الملاحة الجوية فوق المناطق الغربية المحددة في إيران باتت محظورة بسبب فترة ممتدة من النشاط العسكري الإيراني في تلك المناطق. وكانت خدمة نوتام المختصة بإرسال تنبيهات السلامة للطيارين التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حذرت في 5 من أغسطس من مخاطر محتملة على امتداد الممرات الجوية فوق المناطق الوسطى والغربية والشمال الغربية من إيران. وترغب إيران من هذا القرار في حماية أراضيها من خطر محتمل من الأسلحة المضادة للطائرات والنشاط العسكري المتزايد مع اشتعال الأوضاع في المنطقة، فيما قال مسؤولون إيرانيون من الحل الوحيد لعدم الرد على الكيان يكون عبر التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال مسؤول إيراني كبير وفق ما نقلته وكالة رويترز إن بلاده وكافة الحلفاء التابعين لها في المنطقة مثل حزب الله وغيره من الجماعات سيردون على الكيان بشكل عنيف للغاية في حال فشلت محاولات التوصل لوقف إطلاق نار بغزة. ولم تذكر المصادر المهلة التي ستسمح بها إيران من أجل إحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد وفق ما نقلته وكالة رويترز. وقال السفير الأمريكي لدى تركيا أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الحلفاء مساعدتها في إقناع إيران بعدم الرد على إسرائيل لخفض التصعيد في المنطقة، فيما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الجمعة: نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب وأن يتم بطريقة لا تضر بأي وقف محتمل لإطلاق النار بغزة. كما قال مسؤولون أمريكيون إلى شبكة CNN إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إيران حددت طبيعة ردها على الكيان جراء اغتيال هنية. وقال المسؤولون إن الجهود الدبلوماسية مستمرة في محاولة لمنع إيران عن تنفيذ تهديداتها، بينما يواصل الكيان والولايات المتحدة الاستعداد والتحضير لمواجهة الهجوم الإيراني المحتمل، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تعتقد تحذيراتها أثرت على حسابات إيران. وحول الأهداف المحتملة في هجوم إيران المنتظر، تقول المصادر إن أحد أهداف إيران هو مركز كيريا في مدينة تل أبيب، والذي يعد مركزا للعديد من المواقع العسكرية الاستراتيجية لإسرائيل وأهمها وزارة الدفاع ومقر الجيش الإسرائيلي. كما يأتي معسكر روبن الذي كان يطلق عليه اسم المعسكر 128 ومقر القوات الجوية ومقر البحرية وقادة العمق ومقر قيادة الحاخام العسكرية من بين المراكز الحساسة الموجودة في كيريا. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مركز تحت الأرض في نفق في كيريا، حيث يعقد رئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين العسكريين اجتماعات لاتخاذ قرارات مهمة. ويأتي الهدف الثاني الذي تم تحديده في إسرائيل هو مركز القوة البحرية الإسرائيلية في مدينة حيفا الساحلية. والهدف الثالث هو الركن الاستخباراتي للجيش الإسرائيلي في منطقة جيليلوت وسط إسرائيل، وهو مكان استراتيجي يعتبر أحد أهداف إيران في التقييمات. كما قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الكيان يقدر أن حزب الله اللبناني مصمم على الرد على اغتيال فؤاد شكر، على عكس إيران التي لا تزال مترددة في الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران. وذكرت القناة العبرية حزب الله قد يشن هجوما على إسرائيل بعد انتهاء زيارات المبعوث الأمريكي، ولكنه لم يحدد أهدافه بعد. كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل جهودها لمنع أو الحد من أي رد انتقامي لإيران ضد إسرائيل في أعقاب مقتل الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح الأخير للرئيس الأمريكي بأنه لا يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستشهدت في ذلك بسفر كبير مستشار الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك المسؤول الأعلى للبيت الأبيض في الشرق الأوسط إلى مصر وقطر، واعتزام المستشار الكبير أموس هوشتساين زيارة لبنان في القريب العاجل لبحث جهود حل الأزمة. وقال بايدن إنه لا يتوقع أن تنفذ إيران ضربة انتقامية على إسرائيل ردا على اغتيال هنية من داخل أراضيها واستهداف القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين. وعندما سئل عما إذا كان هناك أي رابط بين احتمال شن هجمات من إيران ووكلائها والاتفاق على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، أجاب بايدن: هذا هو توقعي. كما أشارت الصحيفة إلى استعداد واشنطن لشن طهران ووكلائها هجوما على إسرائيل هذا الأسبوع ردا على اغتيالها لهنية في طهران وشكر في بيروت، حيث أرسلت واشنطن سفنا حربية وطائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط لمساعدة إسرائيل في صد أي هجوم.